هي نشرة أخبار حزينة شوية. الأسبوع اللي فات زي دلوقتي بالظبط نشرت فيديو كنت بحاول فيه أوعي ضد مخاطر انتحار، المخاطر الانتحار عامة، وضد مخاطر انتحار الرجال على وجه الخصوص. وفي حوالي أسبوع بالظبط من الجمعة اللي فاتت لغاية دلوقتي وفي موقع صحفي واحد في حوالي 8 حالات انتحار على مستوى الجمهورية. يعني الإحصائية اللي أنا هقولها دلوقتي من موقع صحفي وحيد، أتمنى إن ما يكونش في حالات أكتر من كده في الصحف التانية أو لم تسجل في الصحف في على يعني من الأساس. الغريب في 8 حالات الانتحار إن أغلبهم في أعمار سنية شابة، وسبع حالات منهم من الناس اللي انتحرت دي كانوا رجالة او ذكور، وحالة واحدة بس في ميل، حالة واحدة بس شابة انسة. السبع حالات الرجالة للأسف الشديد انتهت بالوفاة، يعني 8 محاولات انتحار 7 منهم الرجال، 7 انتهوا بالوفاة. والحالة الوحيدة اللي هي بتاعت الفتاة الشابة دي تم إنقاذها وتم إسعافها وهي حاليا في المستشفى. ولو حاولنا نستعرض كده بمسلسل زمني وفي الأماكن المختلفة للناس اللي انتحرت العناوين اللي اتقالت، هنبدأها بيوم الجمعة اللي فاتت في أسيوط. هنا في مركز من مراكز أسيوط اللي هو مركز البداري، انتحار شاب بأسيوط لمروره بالظروف نفسية سيئة. ده الله يرحمه كان 35 سنة. الخبر بيقول ان كان عنده ظروف نفسية تصل الى حد المرض النفسي. في اسوان في عزبة حجاجي في يوم الجمعة كان شاب 18 سنة اتخانق مع والده، طلع في الشارع قطع روحه بالسكينة. في قنا شاب يقدم على الانتحار باطلاق النار على رأسه، مسك بندقية خرطوش ضرب النار على رأسه حزنا على وفاة صديقه في قنا. في وجه بحري في الغربية انتحار شاب بشنقا داخل منزله بالصمتة لمروره بأزمة نفسية 20 سنة. في مدينة نصر في القاهرة انتحار مدير شركة من الدور التاسع في مدينة نصر، ده 47 سنة. نرجع تاني لقينا شاب بينتحر 21 سنة أصيب بحالة اكتئاب حادة منذ عدة شهور وأقدم على الانتحار 21 سنة. القصة الأكثر إيلاما بالنسبة لي اللي هو شخص 48 سنة في طنطا أقدم على الانتحار شنقا في المروحة قبل جوازة بنته بيوم واحد، قبل جوازة بنته بيوم واحد أقدم على الانتحار، وتبين أنه كان يعني أصيب بمرض نفسي قبل كده ويبدو أنه كان بيتعالج. في أسبوع واحد بس ومن موقع صحفي واحد بس اللي هو اليوم السابع زي ما أنا قلت، في 8 محاولات انتحار، 7 منهم رجالة. البنت الوحيدة حاولت رمت نفسها من الكوبري في كفر الدوار في البحيرة 23 سنة، لكن الأهالي اتجمعوا وأنقذوها. واضح كده من سياق الأخبار كده بجملة بسيطة جدا يتضح يمكن أن شخص واحد بس اللي هو الله يرحمه بتاع طنطا اللي هو كان يبدو أنه كان معروف أنه عنده اضطراب نفسي أو كان بيتابع طبيا بشكل أو بآخر. تاني مهم أن إحنا نفهم يعني إيه انتحار. تاني مهم نخلق أذان صاغية للناس اللي بتعدي بأزمات نفسية. تاني إحنا محتاجين وعي أكتر في المجتمع، وعي أكتر على مختلف الأصعدة إن الانتحار هو حل نهائي لمشكلة مؤقتة بفرض إن في مشكلة. دي بقى نقطة تانية من واقع الممارسة الطبية بتاعتنا. أنا شايف إن إحنا محتاجين مزيد من التركيز على قصة الانتحار، ولا نكتفي بالكلام اللي يعني لا نكتفي بالمرحلة اللي احنا وصلنا لها علميا دلوقتي. لا، انا شايف ان احنا محتاجين نبذل مجهود علمي اكتر
من كده علشان نشوف ازاي ممكن نتقي شر الانتحار. وللاسف حاليا مفيش تول او يعني مفيش اداة عندي، مفيش اختبار نفسي قدامي يقدر يقيس احتمالية ان الشخص ينتحر، الشخص اللي قدامي ده ينتحر على مدى بعيد من الوقت. يعني في الاغلب الاختبارات اللي بتقيس الموضوع الانتحار واللي موجودة حتى يعني المقاييس طبعا العالمية بتبقى فترتها قليلة، بتقيس اللحظة الحالية، الشخص اللي قدامي عنده أفكار انتحارية بنسبة قد إيه أو عنده ميول انتحارية بنسبة قد إيه، لكن بكرة أو بعده أو الأسبوع اللي جاي إلى أي مدى هو ممكن يقدم على الانتحار أنا ما عنديش اختبار طويل المدى بهذا الشكل. وأعتقد أننا محتاجين هذا الاختبار، محتاجين نوع من أنواع التعامل بشكل مختلف مع قصة الانتحار. أنا بدعو بالرحمة لكل الناس اللي توفت بسبب الانتحار أو بتفكر في الانتحار، وإنتوا كمان ادعوا لهم بالرحمة، لأني أنا ما أعرفش شخص بينتحر إلا إذا كانت عنده مشكلة نفسية وبشكل أو بآخر ملقاش دعم أو ملقاش معونة من الناس المحيطة به. أفكار الانتحار ما ينفعش إن احنا ناخدها بنوع من أنواع التبسيط المخل أو إنه نسكت صوت الانتحار بكلمة حرام. في بعض الأدبيات وفي بعض الأفكار الانتحار حرام، دي فكرة أوكي مقبولة، لكن ما ينفعش أسكت الشخص اللي قدامي اللي بيفكر في الموت أو اللي بيفكر في الانتحار إن أنا أروح أقول له بس جملة واحدة بس إن الانتحار حرام، لأني أعتقد إن كل اللي أقدم على الانتحار كانوا عارفين إن الانتحار حرام. بكرر تاني إن إحنا محتاجين وعي وتحرك مختلف، تحرك علمي مختلف لقصة الانتحار. الله يرحم الجميع والله يعين كل واحد في حالة ألم ومش قادر إنه يعبر عن الألم بتاعه ده. سلامة حضراتكم، ألف سلامة، والله يعافي الجميع. سلام.